السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده فيديو جديد على قناه شبيه امبابي يا جماعه. قبل ما نبدا الفيديو كله صلى على النبي في الكومنتات، ما ننساش نعمل لايك شير حركه اكسبلور وتمنشن لخمسه من اصحابك في الفيديو، عشان النهارده التحدي موت قائد لقائد. ليفربول مع مدريد جاهز؟ يلا بينا. يلا يا ميسي عرفهم الكسبان هياخد ايه النهارده. لو فريق الليفر كسب كابتن فريق هياخد الحذاء الذهبي، ولو فريق الريال كسب كابتن الفريق هياخد الحذاء الذهبي. هاخدها ان شاء الله. طيب يلا نشوف. يلا ابدا التحدي يا جماعه. اول تحدي تحدي العرضه، هنشوف اللي هيجيب عرضات اكتر هو اللي هيكسب. طب هتعملوا التحدي ازاي؟ يلا حجر ولا مصر. اسرع فان دايك. فان دايك فان دايك اللي ايدي. يلا يا عم مساء الفل للناس الكل مع التحدي بين مدريد وليفربول يا ساده. التصويب على الارض والبدايه من فان دايك. فان دايك التصويب ولكن الى خارج الملعب، والتاني هو المدريد الكبير كيليان امبابي. زي ما شفنا دلوقتي كابتن ليفربول ضيع اول كره، دلوقتي كابتن ريال مدريد هو اللي هيلعب. يلا نشوف. القتال الفرنسي كيليان امبابي التسويق، ولكن الى خارج الملعب. تعادل يا ساده. عم المقنع خش انت ولا خش انا؟ خش انت. علي طار معانا لعيب من ليفربول. علي طار التنفيذ الحراسه العالميه من اليسون بيكر. هل يكون الكلمه للحارس الكبير والتصويب ولكن الى خارج الملعب. مش قلتوا اللي يجيبها جول؟ لماذا تحتفل؟ احتفال غريب وعجيب. مصطفى مانجا جاهز؟ يلا دي ماريا. التسويب الارجنتيني انخيل دي ماريا. دي ماريا هل يكون هو السلطان؟ التسويب ولكن الى خارج الملعب. كل اللعيبه يا ساده الى خارج الملعب، هل يصطادون حمام؟ التسويب المقبور الغير معروف توليتا ولكن الى الخارج. ما زال اصطياد الحمام يا سادة. التصويب الفرنسي كافافينكا. أيوه يا سادة. أهلا بكم مدريد بتحييكم. زي ما شفنا دلوقتي كسب اول تحدي الريال. يلا على التحدي الثاني. اليسون عرفهم التحدي الثاني. التحدي الثاني يا امبابي اسمه اللمسه ولعبه. الكره هتتلعب لك تستلم وتشوط من مره واحده في الجول. جاهزين؟ سهله قوي. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا على التحدي الثاني. معلش بقى يا شباب، زي ما انتم شايفيننا الليل قايل علينا عشان كنا بنصلي المغرب ورجعنا. فريق كل الشباب تهتم بالصلاه بتاعتها، ويا ريت تدعمونا بقى. عاملين لكم الفيديو من الصبح لبالليل عشان تتفرجوا على حاجه محترمه. بينا على التحدي. جاهز يا واحد؟ كره من اليسون ليوزع توليتا تصويب. جول فافينكا ليوزع توليتا تصويب، ولكن الحراسه العالميه القنبله الذهبيه. اوه اوه وأليسون التنفيذ بعد التصدي الرائع. كرة لفان دايك والاستلامة والتصوير. لا وده كابتن فريق ازاي ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في إدارة ليفربول. لا على فكرة أرني سلوت ما علمنيش آخد اللمسة وأشوف. هو قال لنا دافع بس. وإمبابي يوزع والاستلامة من داخل دي ماريا والتصوير. شجعوهم يا جماعه بالله عليكم في الكومنتات، لان اليسون عامل مجهود جامد قوي. يلا اسند لي. وبعد التسديات الرائعه العبها له عشان هل يكون اليسون هو صاحب الهدف؟ كره من فان دايك يوزع واستلامه من اليسون والتصويب. جول
ده جدع حتى لو وحش. أليسون هو السلطان، هو بداية الفيديو امبابي عمل كده. أقول لكم السهم راح فين؟ في جمهور ريال مدريد. زي ما شفنا ليفربول كسب التحدي الثاني، يلا بينا على التحدي الثالث وهو الفيصل. يلا. وكما راينا يا سادة التعادل عادل بين الفريقين، فوز ريال مدريد في التحدي الاول وفوز ليفربول في التحدي الثاني. هناك تحدي فاينل ميني ماتش بين الفريقين، ومن يسجل الهدف يفوز. يلا بينا. اكيد احنا اللي هنفوز طبعا. اكيد فريق تعبان يا جدعان بيكسبوا بالتحكيم. جديد للمباراة يا سادة بعد الاثنين على عصام التوليت. كورة من مدريد امبابي، كامافينجا ديماريا والثلاثيات من مدريد. مباراة بالنار يا حبيبي، نار امبابي. وصلنا نهاية الفيديو وخدت في الحذاء الذهبي. طبعا انا بشكر الكابتن شريف المعلق، بشكر فان دايك، بشكر أليسون، بشكر المقنع، بشكر دي ماريا على الاسيست اللي هو عامله الجامد، كافامينجا عاش، وبشكر ميسي لتقديمه للفيديو الجميل دوت. وفي فيديوهات كتير يا جدعان، وما تنسوش تعملوا، لازم نعملوا ايه يا فان دايك؟ سبسكرايب ولايك وكومنت يا جماعه، وتصلوا على النبي وتفعلوا زر الجرس. خد يلا خد العربيه، هرن عليك بقى، هرن عليك تجيبه.